شكرا ليكم. ضيفتي النهارده في 90 دقيقة مع معتز الدمرداش صوت مصري أصيل شبه ملامحها السمرة لما غنت يعني اللي في قلبي في قلبك مع المطرب الشهير بهاء سلطان. حسينا كده إنها وبهاء أعز أصحاب، حتى الأغاني الوطنية اللي شاركت فيها كانت مميزة جدا جدا. عملت 3 ألبومات ومجموعة من الكليبات الجميلة، وأكيد لسه عندها المزيد من العطاء الفني بموهبتها وطلتها الحلوة. عايزكم ترحبوا معايا ترحيب كبير بالفنانة المطربة سوما